بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم الأستاذ ياسر محمد نجيب. في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم الفيديو 27 من سلسلة شرح برنامج المايكروسوفت وورد، وفي الفيديو ده هنقدم لحضراتكم كيفية تثبيت وإزالة الخطوط من إعداد أستاذ ياسر محمد نجيب. علشان تثبت الخطوط على جهازك لازم الأول يكون عندك ملفات الخطوط ديت. على سبيل المثال ده فولدر فيه مجموعة من الخطوط اللي انا بستخدمها، بحتفظ بيها دايما في فولدر بحيث بقى اني في حالة ان انا غيرت نسخة للجهاز بتاعي او غيرت اي حاجة في الجهاز بتاعي اقدر بقى اني اثبت الخطوط ديت. بكل بساطة الخطوط ديت تقدر انك تعمل لها استعراض عن طريق انك تعملها فيو وتغير في طريقة العرض، فبتظهر لك الخطوط بالشكل ده. تقدر بكل بساطة ان ايا كان الشكل اللي انت عايز تنزله تضغط عليه وكليك يمين وهتعمل له انستول او انستول في الاور يوزرز، وديت الافضل. هيبدأ انه يحملك الخط، وبعد تحميل الخط هيكون كده الخط اتثبت على جهازك. طيب انا دلوقتي بحتفظ بالخطوط ديت كلها علشان اثبتها على جهازي، هعمل ايه؟ هقدر باني احددها عن طريق كنترول A، وبعد كده هديلها كليك يمين واقول له انستول for all users، فهيبدأ انه يحمل لي الخطوط. طبعا الرسالة اللي هتظهر لك في حالة ان الخط ده اصلا مثبت عندك بالفعل على جهازك. طبعا انت تقدر تقول له استبدال، او تقدر بقى انك تقول له انك مش عايز تستبدل الخط، عادي مفيش مشكلة. طبعا العملية دي انت بتسيبها تشتغل وتاخد الوقت اللي هي عايزاه، وانت بتتابع الخطوط اللي انت محتاجها. دايما بنصح بقى انك تحتفظ بنسخة من الخطوط اللي انت بتستعملها في مجلد، على اساس انك مجرد ما يحصل اي ظرف عندك وتنزل نسخة للجهاز بتاعك مثلا تقدر بقى انك تثبت الخطوط ديت مرة تانية على جهازك. طيب انا دلوقتي لو انا عايز اعمل ان انستول لخط متثبت بالفعل، تقدر بقى انك تدخل على قائمة ستارت، بعد كده السيتنج، بعد كده هتدخل على personalization، وهتدخل على الفولدر اللي اسمه فونتس. بتظهر لك هنا الخطوط اللي مثبتة فعليا على جهازك. طبعا القائمة ديت حاليا بتتغير باعتبار بقى ان احنا شغالين في نفس الوقت نسطب مجموعة من الخطوط، فالطبيعي بأنك لما تدخل على القائمة دي تدخل قبل ما تثبت الخطوط على جهازك، أو تدخل بعد ما تثبتها على جهازك عشان ما تسببش أي مشاكل. أنا على سبيل المثال هدخل على الخط ده، بيعرض لك الخط، تقدر بأنك تكبر حجمه في حالة لو أنت مش واضح عندك الخط، أو تقدر تصغر حجمه في حالة لو أنت مش عايز الخط ده. هو طبعا كاتب لك أنا الخط ده مثبت في المكان الفلاني وحقوق النشر بتاعته كذا. انا دلوقتي مثلا مش عايز الخط ده، فهقدر اعمل له ان انستول وهشيل الخط ده. انا دلوقتي مثلا عايز احتفظ بنسخة من الخط ده، وده الاجراء اللي انا دايما بنصح بيه، ان انت مثلا عملت ملف وورد او صممت ملف وورد او اي ملف على اي برنامج، بتبدأ انك تتعرف على الخط اللي انت استخدمته من خلال اسم البرنامج، بعد كده بتدخل على الفونتس وتبدأ تبحث عن الملف بتاعه، المسار بتاعه موجود فين. على سبيل المثال هو قال لي بأن الملف ده هو ملف الخط اللي ظاهر قدامنا بالشكل ده. انا هدخل على المسار اللي هو قال لي عليه. انا دلوقتي فتحت مجلد، وبعد كده دخلت على السي، هدخل على الويندوز، وبعد كده هدخل على الملف الخاص بالفونتس. انا دلوقتي بعد ما شفت اسم الخط اللي انا عايزه دخلته على السي وفتحت الفولدر بتاع ويندوز، وبعد كده فتحت الفولدر بتاع فونتس. الملفات اللي انت شايفها عندك هنا دلوقتي هي ديت الخطوط المثبتة فعليا في الوقت الحالي. تقدر بانك تختار اي خط انت عايزه منها، وبعد كده تعمل له كليك يمين وتعمل له ان انستول او ديليت. تقدر في نفس الوقت ان انت تختار الخط اللي انت عايزه من دول وتبدأ انك تاخده كوبي، وبعد كده
عن طريق الكنترول سي، وبعد كده تحطه جنب الفولدر اللي انت بتحتفظ بيه. انا دلوقتي لو عايز اعرف الخطوط المثبتة على جهازي بضغط على السي، ومن خلاله بضغط على ويندوز، ومن خلال ويندوز بضغط على الفولدر الخاص بالخطوط. هيظهر لك في الفولدر ده كل الخطوط المثبتة على جهازك فعليا في الوقت الحالي. انا دلوقتي بمجرد ما فتحت الفولدر ده بيظهر لي الخطوط المثبتة بشكل فعلي على الجهاز بتاعي. اقدر باني اختار اي خط منهم وبعدين اعمل له ديليت، او اني اضغط عليه ضغطتين فاقدر اني استعرضه. ودايما بنصح بانك في حالة ان انت استخدمت مثلا الخط ده في ملف من ملفات التصميم الخاصة بيك، هتعمل عليه كليك يمين وبعد كده هتاخده كوبي وتحطه جنب الملف اللي انت صممته على سبيل المثال. لنفرض بقى ان الملف اللي انا صممته موجود على الديسك توب، هحطه في نيو فولدر واعمل له لصق. بمجرد ما تيجي الخطوط بتاعتك هنا انت دايما بتنقلها مع الملف، بمعنى انك انت مثلا لو انت اديت الملف ده لواحد صاحبك انت بتديله معاه المجلد ده، فيقدر يثبت الخطوط اللي انت استخدمتها في الملف، فالملف هيفتح عنده بدون اي مشاكل. طيب في حالة لو الخطوط ديت ما هياش مثبتة على الجهاز بتاع الشخص اللي الخطوط ديت ما هياش مثبتة عنده على الجهاز، في حالة الملف ده اتفتح عند شخص والخطوط اللي انت استخدمتها ما هياش مثبتة عنده على الجهاز، التنسيق بتاع الملف طبعا هيكون تنسيق عشوائي، وما ولا كأنك نسأت حاجة وكأنك اديته ملف مختلف تماما عن الملف اللي انت صممته، ولكن كل اللي حافظ عليه الملف هو الخطوط. بكده نكون انهينا كل ما يتعلق بتثبيت الخطوط وإزالة الخطوط. بنشكر حضراتكم وبنتمنى للجميع كل التوفيق، وبنتمنى تشرفونا باشتراككم في القناة.